خسرتي وكنت راضية؟ مرة خسرت وكنت راضية؟ أي. كيف؟ إمتى؟ وين؟ هو أنا لما مثلاً يعني أدخل برنامج ولا لما أسوي حاجة وأخسر ما أقول إنه أنا خسرت، أقول إنه أنا وصلت لمرحلة حلوة وخلاص ما حلفني الحظ وطلعت. لا يحبطك ولا يكسرك؟ لا مشان هيك مستحيل. أيوة وما زلت مستمرة. أيوة هذا اللي مخليني مستمرة، إنه أنا ما أفكر في الخسارة. أنا أفكر إنه أنا وصلت لدرجة لازم اللي بعدها حوصل للدرجة الثانية. وانت لسه صغير انت ولسه. ايوه قدامي صاروا 18 17 18 وحادخل والله يعني انا كذا في الحاد قديش عمر يعني 18. كم كاس عالم لحقتي ايام سعيد العويران كان قاعد محلك على الكرسي بتتذكري؟ 94 انت مولد. واخ يو لسه ما ولدت. لسه ماما ما تزوجت. لسه ماما ما تزوجت. هي مواليد 2004. 2004 شو كان في كاس عالم؟ بس كان في 2006. 2006 كان عمرك سنتين ما لحقت عليه. 2010 كان عمرك يعني 1-2. يعني هي اول كاس عالم مزبوطه بتشوفها؟ اول كاس عالم مزبوطه. بس احلى كاس عالم. احلى كاس عالم. هيك طيب.